قبل أن تتوج هذه السلسلة الذهبية من الذكريات الوطنية بذكرى 20 أشت المجيدة، ذكرى ملحمة الثورة الملك والشعب. معشر الحضور الكريم، لقد بدا غداة الاستقلال الوطني بعد عودة جلالة المغفور الله محمد الخامس من المنفى إلى أرض الوطن يوم 16 نوفمبر 1955، وإعلان جلالته رحمه الله عن انتهاء عهد الحجر والحماية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال. بدا أن استقلال المغرب بدون صحرائه وباقي الثغور المحتلة يعتبر ناقصا وغير مكتمل، وقد عبر جلالة المغفور له محمد الخامس يوم 25 فبراير 1957 بمحمد غزلان بإقليم زاكورة، عندما استقبل جلالته وفود الأقاليم الجنوبية، أعلن رحمه الله أن معركة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية مستمرة وماضية قدما، حيث أكد جلالته أن لا استقلال كامل للوطن بدون أطرافه وأقاليمه ومنها الأقاليم الجنوبية. أمام العينين لوسام الشهيد القطب اللوحة التقديرية الثانية هي للمقاوم المرحوم. اللوحة التقديرية الثالثة هي للمقاوم. اللوحة التقديرية الموالية هي للمقاوم المرحوم بالراي حسن الحسن، ويتسلمها نيابة عن اللوحة التقديرية الموالية هي المقام المرحوم بغيزلات محمد فاضل، هي للمقام المرحوم. اللوحة التقديرية الموالية هي للمقام السيد حسين سيد أحمد. اللوحة التقديرية الموالية هي للمقام اللوحة التقديرية الموالية هي للمقام المرحوم سعد أحمد. الموالية